نبدأ الاستطلاعات من ديالى. في ديالى مديرية تربية ديالى حاليا تشهد يعني مراجعة المئات من الأشخاص اللي يردون يصدقون وثيقتهم. نريد نعرف احنا يعني طبعا شنو الأسباب، لأنه اللي راح يطلعون بالاستطلاع مجرد أن هم جاي يشتكون أنه معاملاتهم لحد الآن متوقفة. طبعا التربية ما تقدر تنجز معاملات المئات خلال أيام، يعني مئات ويجون بشكل وجبات كثيرة ويعني مستمرة، فأكيد راح يسترزقهم على مديرية تربية ديالى، وأكيد هي عندها أشغال أخرى. يعني نعرف أنه امتحانات، ونعرف أنه دوام، ونعرف أنه يعني أكو أكثر من عمل للتربيات بشكل عام، وخاصة تربية ديالى. فإحنا نروح نشوف هم شنو يحكون عن معاناتهم، وبعدها راح نبقى نشوف التفاصيل أكثر أنه ليش صار هذا الزخم، وليش الناس تريد تسوي توثيق أو تصديق لوثيقتهم المدرسية بهذا الوقت بالتحديد. نروح نشوف ديالى ونرجع. اكو محسوبيه، اكو منسوبيه بالعمل. نعم. هاي الناس كلها واسالها. المحسوبيه اللي تقصدها انت بين اكو شخص يجي وشخص مسؤول؟ اي نعم. نعم. اكو شيء لو ماكو شيء. نعم صحيح. اكو اسطات واكو ده تشتغل يطو ورقه يروح يسحب له وثيقه مالته ويروح يصدقها له ويعطيها. انت ايش قصرك؟ هاي اليوم الثلاثاء. هاي رابع مره دا اجينا والله. الجماعه لا احد يطي تطلع اليوم. وانا اطي الاربع صار ستة ما مطيت. وانا شنو قصدك انت بني يطي اليوم؟ ويعني شنو واسطه لي؟ ما اعرف. ما اعرف هالشيء. يم المعاول استاذ مؤيد هو المعاول في مالته. انا مش مدني بالموظفين. صار لك مقدم؟ انا قدمت الاربع والد تقدمت مو انا. زين انا رجال موظف. زين اعطاني انا دام بين مكتب السيد الوكيل. زين اعطاني يوم واحد اجازه بس في سبيل انه اخذ هاي الوثيقه. اجي ثاني يوم ما اعطاني الوثيقه. باكر اضطر انه التحق بعد العفو بعد ما اجي. طيب هو ايش قد قال لكم تجي تاخذ الوثيقه؟ قالوا لي احد. لا اجت والدتي لاحد ثلاثة وخمسة راحت من هنا ما اعطوها الوثيقة. زين انا اضطريت انه خابرتني اضطريت اجيت انا اليوم. والمهم توسلت انه انا عسكر والعسكري امور يرتبط بيها. هم من الصبح لهسه والبارحة من نفس الوضعية. بس اكو جاي يجي شخص يسلمها ويستلمها. تقصد بالمحسوبية؟ لا المشكلة احنا المشكلة بهذي. ما اعرفها محسوبية شو يسمونها انتم سموها. جاي يسلمها ورانا ويستلمها قدامنا. هنا المشكلة. هاي المواطن زين سوى له ما يصيح اسماء خطيه من الصبح لهسه هاي نفس الاوراق يصيحونها. اخوي ابن عمي سلموه يوم الاربعاء. هو ابن عمي سلم الاحد، ابن عمي طلعت اليوم واخوي من الاربعاء ما طلعت، واحنا نفس الشيء. مو مساله محسوبيه بس اكو تلكؤ، مدى يجيبون الوثائق بصوره صحيحه مال اليوم انجزها اطلعها باكر او عقب باكر، واللي سلم مثلا قبل ثلاث ايام اكملها قبل ما اليوم، جاي يصير خبط بالاوراق على السنين يعني انا شنو ذنبي مسلم من يوم الاربعاء ويجي هذا يسلم اليوم يستلم؟ احنا اولا التقديم احنا ما يعني انه المواطن جاي ماخذ اجازه يوم، مو بس واحده جاي، احنا بعاد الايام يجي المواطن يسلم الوثيقه مالته من زايد في ساعه زمان ياخذ وثيقته ويطلع. لكن الان تشاهدون الان بالمئات واحنا عندنا موظفين اللي يشترون بالوثائق العفو معدودين خاصه هذا الجانب. فمع هذا احنا كثفنا من الموظفين وخلينا احنا يكون دوام مستمر بحيث عندنا الدوام لحد الساعه 6 بما فيهم الجمعه والسبت العطله هذه اللي مضت هم يداومون في العطله لحد ساعة 6. يعني أنا يجي الموظف جبته أنا خليته من الصبح ريوقة وغداء وقيم يكون عشاء يكون هاي في خدمة المواطن من أربعة لحد الأول حد أفدوام أجل هنا وماكو كل شيء ثلاثة وأرجع حار استمرت ما توانا على أصعد فوق ما حد يصعدني يقول لي أبواش بالنواية وما عسكري ما يطببوني. ليش ما يطلب؟ ما يطلب ممنوع الطلب. اعتيادي ايضا دائره سياق عمل. نعم استاذ ادري بس ام الاربعاء هاي حد الان انطيتها. اول ما انطيت بالاحد قال بها غلط صحيتها رجعت الاربعاء ومن الاربعاء لحد الان يومي اجل هنا لتل العصر وماكو شيء. سلمى يعني ماكو اولويه تعرفوا يعني عندهم دوام احنا ما عندنا اولويه احنا نمشي سياق فقلت لك نمشي سياقات عمل عمل ابتدائي متوسط اعدادي بدنا نخليها بضمن السنين وعندنا موظفين يشتغلون والان عندنا مئات الوثائق منجزه وكامله شيء مهمله ما يجري عليها مئات الوثائق خلصانه جاهزه. يعني الاستطلاع غير واضح، يعني ما جاي نفهم انه الموظفين لو الخريجين
هم اللي جاي يطالبون بصحة بتصديق وثيقتهم المدرسية. إذا الخريجين فهم يحتاجونها يمكن للتعيين، لكن الموظفين يعني بحث آخر. فأنا حتى نتابع هذه القضية نضم إن سيد مؤيد الصميداعي اللي هو معاون مدير تربية الديالة. مرحبا سيد مؤيد. أهلا وسهلا. حياك الله سيد مؤيد. أكيد أنت تعرف بالموضوع اللي صاير، شنو اللي خلى الموظفين أو الخريجين يراجعون تربية الديالة لتصديق الوثيقة المدرسية بهذا العدد الهائل في آن واحد؟ يعني طبعا حقيقة الوقف الشرعي أعلن عن قبوله لعدد من الطلبة لتأدية امتحانات حسب ما هو سمح لهم بأربع مواد، وتكون امتحانات بتفسير القرآن الإسلامية وغيرها. لذلك عندما أعطى الكتب الى تربية الديالة فاعطاها تقريبا في وجبه واحده، لذلك صار هذا الكم الهائل على المديرين وأربك المديرين العامه في محافظة الديالة، حيث انه كذلك منهم من يكون مدرسته في الديالة وسكنه في خارج المحافظه. نعم، امتحان خارجي لمن؟ لمن يعني هسه موظفين احنا شفنا يردون الموظفين يمتحنون امتحان خارجي، ليش يمتحنون؟ يعني انا الحصول على شهاده كان يكون متوسط على مود شهاده على مود الشهاده. طيب لا يمتلك الشهاده تصرح دعميه. طيب هل يمتلك الوقف الشيعي الصلاحيه في اعطاء استماره للامتحان الخارجي؟ مو هو من اختصاص التربيه لو شنو الموضوع؟ حقيقه هذا لحد الان هو ما يمتحنه على اعتبار انه هناك موافقات الوقف الشيعي، هناك موافقات وهذه الشهاده قد تكون معادله. نحن نمنح وثيقه للوقف الشيعي او للوقف السني، نمنح الوثيقه، لكن عندما يعطى على شهاده او يمنح شهاده عن طريق امتحان يؤدي في احد الوقفين، بعدها سوف نقوم بمعادله الشهاده هل تكون صالحه لمرحله معينه ام لا. زين يعني سيد مؤيد عفوا، كان اتفاق مسبق بينكم وبين الوقف انه بين مديريه التربيه وبين الوقف انه على انه حصول على الاستماره لكل المواطنين؟ طبعا ما عندنا اي اتفاق مسبق. ما عندكم اي اتفاق انه فجاه صارت ووزعوا الاستماره؟ كان وقت زمني محدود بانه ينتهي يوم 20 من الشهر، لكنه لوجود هذا الكم، وايضا تزامن مع هنالك كتب تاتينا من بعض المديريات العامه وبعض الجامعات والمعاهد للتصديق على وثائق الخريجين السابقين او المعلمين منهم من حصل على شهاده الاعداديه ودخل دوره تعليميه واصبح معلم. طيب سيد مؤيد، نعم سيد مؤيد، فتحتوا الوقف الشيعي وقلت لهم انه هذا الموضوع لا يجوز، لان ماكو اتصال او ما لهم الحق في منح هذه الاستماره. هل صار هناك مخاطبه مثلا وزاره التربيه حتى تخاطب الوقف الشيعي؟ اعتقد هذا الاتفاق جرى وهم يمتحنون وحاصلين على موافقات هم من الوزاره، ولذلك هم هذا الوقف الشيعي الان يمتحن ومن حق الشخص ان يمتحن، لكن هناك بعض الشهادات تم تحديد شهادات من خارج العراق نقول انه حصل على الشهاده كذا، نقول نحن كمديري عامه. طيب هسه شنو طيب شنو اللي سويتوه هسه لدرء هذه المشكله حتى يخف الزخم وبالتالي الناس تفتهم انه هذه الاستماره او يعني ليس هناك اتفاق بينك وبين الوقف الشيعي؟ احنا كمديريه عامه، احنا كمديريه عامه قمنا بتوفير الكوادر اللازمه، كذلك الدوام لقسم الامتحانات انتهى لحد الساعه السادسه، ايضا كذلك الاطول يوم الخميس والجمعه والسبت العطله الرسميه ايضا كان دوام به، ولحد الان نحن نعاني من هذا الزخم الكمي الهائل. يعني سيد مؤيد عفوا، انه هذا الزخم الحاصل اللي واللي ناتج عن قله الكوادر اللي موجوده في المديريه، زين ما صارت انه فكره عند المديريه انه تحويل هذا النظام من ورقي الى كمبيوتر او الى الكتروني انه حتى يسرع في تصديق الوثائق، انه تكون سيرش على برنامج معين انه بالحاسبه حتى انه القى الوثيقه ما انت اصدقها بسرعه؟ وانما هذا يظل في الوقت كبير. وقت كبير. لكن نحن هذه الفكره كنا قد درسناها سابقا. نعم. من اجل تحويل الوثائق ما تعني الطالب على الالكترونيه او على شكل ديسك، اي جامعه انها تطلب وثيقه من الطالب بامكانها ان تضغط على الجهاز الحاسوب وتظهر جميع المعلومات لهذا الطالب، هذا
الحقيقه هذا في الفتره الزمنيه ليست القليله. حتى يكون فد خطوه ايجابيه تحسب لمديريه التربيه انه حتى ما تتعب الكوادر اللي موجوده عندها، وبالتالي انه حتى بالجمعه والسبت يجون موجودين وتحسب لهم اجور اضافيه، نخلي النظام يكون الكتروني اسهل وما يكون متعب، انه حتى لو يجون يقدمون بالالاف انه مجرد ايام قليله انه راح تنقضي كل هذه المعاملات بسرعه، مو صح؟ بالتاكيد هذا النظام حقيقه موجود ومتطور في الدول المتقدمه، لكن احنا على مستوى البلد مالنا لحد هذه اللحظه في بداياتها لكن الان تنهيئ كوادر يعني اشخاص الصورة وضحت ونتمنى سيد مايد نتمنى انه يصير تفاهم يعني بينكم وبين الوقف الشيعي وبين حتى المراجعين حتى يقل الزخم الحاصل وهذه الاشكاليه الحاصله. سيد مايد الصميدعي معاون مدير تربيه الدياله، شكرا جزيلا لك، شكرا لتوضيحك الموضوع. شكرا لك سيد مايد.